واصلت فيها حول أهداف زيارة رئيس المفوضية؟ نعم، حقيقة الاتحاد الأفريقي زي ما أنا ذكرت هو جزء فاعل في مسألة الانتقال الديمقراطي في السودان، وبموجب الوساطة التي لعب فيها الاتحاد الأفريقي دورا كبيرا، هذه الوساطة تستلزم على الاتحاد الأفريقي تقييم أداء الفترة الانتقالية ولا سيما الفترة التي كانت من نصيب العسكريين، وبالتالي هنالك التزام بنص الوثيقة الدستورية والتزام واضح جدا متعلق بتسليم السلطة للمكون المدني في الفترة المحددة ب 21 شهر من انقضاء عمر الفترة الانتقالية. فبالتالي الاتحاد الأفريقي معني بمتابعة هذا الملف ومعني بتحقيق متطلبات الانتقال الديمقراطي في هذا الجانب. ايضا جانب اخر بيتعلق بدور الاتحاد الافريقي اللي هو الدور الاساسي في بيلعب الاتحاد الافريقي في مساله ازمه صد النهضه من وقت يمكن مبكر. حنجي يمكن لملف صد النهضه ودور الاتحاد الافريقي. نعم، ودور الاتحاد الافريقي فيه. نعم دكتور عثمان.